كشك الصحافة، أهلا بكم. إلى العناوين. مصدر أونلاين يتساءل ماذا تعني سيطرة القوات الحكومية على أكبر مديريات اليمن. ومن عدن الغد إطلاق نار بعرس في العاصمة المؤقتة يتحول إلى اشتباكات. الشرق الأوسط تقول الحوثيون يواجهون خسائرهم الميدانية بتعيينات. ومن أخبارنا المنوعة ما جاء في البي بي سي، عائلة من زيمبابوي عالقة في مطار بانكوك منذ شهور. بعد عام كامل قضاه في معتقلات ميليشيا الحوثي في صنعاء أطلق سراحه، لكن كل شيء قد تغير منذ لحظة الزج به في المعتقل بتهم واهية إلى لحظة خروجه. وهكذا يعنون موقع يمن مونيتور، الحوثيون يطلقون سراح الصحفي عباد بعد عام من اختطافه. يقول الموقع: الميليشيات أطلقت سراح الصحفي عبد الإله عباد بعد عام كامل على اختطافه من العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت مصادر مقربة من الصحفي عباد أنه تم الإفراج عن الصحفي بعد اعتقاله العام الماضي من داخل محل تجاري كان يعمل به في صنعاء بدون أي سبب. تجدر الإشارة إلى أن عشرات الصحفيين لا يزالون مختطفين لدى الحوثيين منذ قرابة 3 سنوات، 9 منهم تم اعتقالهم بشكل جماعي. تقول تقارير حقوقية: الصحفيون في سجون الحوثيين يتعرضون لوسائل تعذيب نفسية وجسدية وحشية وسط تجاهل المنظمات الدولية المهتمة. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، نقرأ أبرزها. رئيس الجمهورية يقول لا خيار لبناء اليمن سوى الخلاص من العصابة الإنقلابية. عنوان آخر: ميليشيا الحوثي تطيح بوزراء المؤتمر من حكومة الإنقلاب وتعين محافظين لعدن، أبين وسقطرة. عنوان آخر: معهد أبحاث إيراني يكشف أسماء ضباط من الحرس الثوري يديرون عمليات الحوثيين في اليمن. وميدانياً عنوان عن الجيش الوطني يسيطر على مواقع ومنشآت في القبيطة شمال لحج. ومن معارك الساحل: أكثر من 20 غارة جوية على مواقع للميليشيا في الجراح والخوخة بالحديدة وسقوط ومقتل 30 حوثياً. نطالع جانب من حياة الرائدة اليمنية في مجال المحاماة راقية حميدان رحمها الله، التي وفاها الأجل يوم الأحد آخر يوم من أيام عام 2017، من خلال ما كتبه السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان في موقع قناة بلقيس قائلاً: ودعت عدن ومعها كل اليمن المحامية راقية حميدان التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ويعد رحيلها خسارة كبيرة، فهي القلب الجميل والعقل النظيف والروح التي تنير كل مكان تستقر فيه. في أوائل الستينيات من القرن الماضي كان التنافس على أشده بين طالبات وطلبة الثانوية GCI للظفر بمنحة دراسية إلى بريطانيا، والتي كانت توفرها للطلبة الأذكياء كل من هيئة الكهرباء بعدن ومصافي البي بي والبنوك وغيرها من المؤسسات التي كانت تتعاقد مع الطلبة الأذكياء أثناء دراستهم الثانوية، ثم تتكفل بابتعاثهم للدراسة الجامعية في بريطانيا والجامعة الأمريكية ببيروت والسودان والقاهرة. كانت الفتاة العدنية يوم ذاك تنافس بقوة للالتحاق بالدراسة الجامعية، وحققت على هذا الطريق نجاحات كبيرة. من ضمن هؤلاء كانت راقية حميدان، عيشة سعيد، سلوى مبارك، عايدة أحمد علي، إلهام عيدروس، رجا سليمان وأخريات لا تسعفني الذاكرة بأسمائهن. ابتعثنا كلهن للدراسة في بريطانيا في مختلف التخصصات وحققنا نجاحات مشهودة. كانت راقية في ميدان تخصصها رائدة بكل المعاني، وتركت بصمات علمية وإنسانية واجتماعية سيذكرها الجميع. كل بندقية في عدن يمكنها أن تشعل اشتباكات فجأة دون أن يعرف أحد من أطلق النار أو لماذا، وفقا لعنوان جاء في موقع عدن الغد. ففي هذا العنوان: إطلاق نار بعرس خلال مرور موكب مسؤول أمني يتحول إلى اشتباكات. قالت التفاصيل:
تحول إطلاق نار في عرس أقيم مساء الاثنين في عدن لحظة مرور موكب مسؤول أمني بعدن إلى اشتباكات مسلحة. قال شهود عيان لعدن الغد إن موكب مدير شرطة البريقة صالح بعوضة فتح النار باتجاه أشخاص كانوا يطلقون الأعيرة النارية خلال حفل زفاف في البريقة. وبحسب الشهود فقد اعتقد مرافق بعوضة أنهم يتعرضون لهجوم ولم يسفر إطلاق النار عن سقوط ضحايا. قالت صحيفة الأيام إن التحالف العربي وزع العديد من قطع السلاح إلى الأهالي في محافظة المهرة، وعلمت الأيام أن قوات التحالف العربي بدأت خلال اليومين الماضيين عملية توزيع سلاح لعدد من القبائل في محافظة المهرة في خطوة تهدف على الأرجح لتعزيز دور القبائل المساندة للقوات الأمنية في المحافظة. وذكرت مصادر قبلية للأيام أن السعودية قدمت كميات من الأسلحة إلى حلف قبلي يضم أبناء سمودة وكلشات. وقال وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء علي الحريزي إن أي مساعدة أو عون من التحالف العربي يجب أن يكون وفق ضوابط والتزامات محددة بعيدا عن العشوائية، مضيفا هناك مشكلة تتمثل في عدم اهتمام من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعتبر المخولة قانونيا لمكافحة التهريب وإيقاف التجاوزات والمخالفات. وفي الشأن المحلي كتب مروان الجوبعي في عدن الغد مقالا انتقد فيه التقطع الذي يحدث في طريق محافظة الضالع ويذهب ضحيته أبرياء لا نصير لهم كما قال الكاتب. يتغاضى أبناء الضالع عن ممارسات غير أخلاقية تحدث بالطريق العام ضد المارة تحديدا من أبناء الشمال، وتحت ذريعة الحذر أو حالة الحرب يبررون هذه التصرفات المسيئة للضالع وللجنوب عموما. أتذكر قصة حدثت بدايات الحراك، كان أحد أبناء قريتنا يملك سيارة برقم صادر من مرور صنعاء، وعند سيره من المدينة اعترضه البلاطجة رغم وجود أطفاله وأسرته. بعد الاعتداء عليه هربوا، ولأن الضحية من أبناء الضالع الشعيب يومها تحرك الجميع للانتصار له، وتم التواصل على أعلى مستوى بين الشخصيات الاجتماعية إلى أن تعرفوا على المعتدين، وبعدها ضغطوا على أهلهم ليأتوا إلى الشعيب وبحوزتهم المعتدين، كانت دموعهم تسبقهم. وأتذكر كيف بكى الجاني أمامنا بالمجلس متأسفا ووعد أنه لن يكررها. يتم اليوم الإساءة للناس بالطريق العام تحت المبررات نفسها، والشخصيات الاجتماعية والعقلاء والقادة يبررون هذه الأعمال، ويتم التساهل مع مرتكبيها إما بالحديث عن صغر سنهم أو أنهم حديثو عهد بالأمن أو متذرعين بحالة الحرب. ما يحدث بالطريق العام من إهانة للمسافرين يستوجب ثورة ضده، لأنه يستهدف الجميع ويسيء إلى الجميع، وبالأخير هزيمة أخلاقية ونصر للعدو الذي يريد للضالع والجنوب أن يظهر بهذه الصورة، وهي بالنسبة له انتصار ساحق. يجيب موقع مصدر أونلاين على تساؤل طرح مؤخرا، ماذا تعني سيطرة القوات الحكومية على خب والشعف؟ ويقول الموقع نجحت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني والتحالف العربي لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف في تحقيق السيطرة على معظم مساحة المديرية التي تشكل 82% من المساحة الإجمالية للمحافظة. يضيف الموقع تعد مديرية خب والشعف شمال الجوف كبرى مديريات المحافظة المكونة من 12 مديرية، وخب والشعف أكبر مديرياتها، بل أكبر مديرية مساحة على مستوى اليمن. وتأكيدا لأهميتها يقول الموقع تتوسط مديرية خب والشعف بحدودها مركز المحافظة من الجنوب ومن الشرق الغربي محافظة حضرموت، ومن الشمال الحدود السعودية، ومن الغرب مديريتي كتاف والحشوة في محافظة صعدة. يعلق الموقع كل هذا يجعل تحريرها أقوى ضربة للحوثيين وتقطع طرق إمداداتهم وتأمين الخط الدولي والتقدم باتجاه معقدهم الرئيس في صعدة. ويصف خبراء عسكريون الجوف بأنها مفتاح تحرير صعدة وعمران وصنعاء، حيث بات حوالي 90% من إجمالي مساحتها تحت سيطرة الجيش الوطني.
وتبعد محافظة الجوف عن العاصمة صنعاء مسافة 143 كيلومتر، وتتصل بمحافظة صعدة من الشمال وصحراء الربع الخالي من الشرق وأجزاء من محافظتي مأرب وصنعاء من الجنوب ومحافظتي عمران وصعدة من الغرب، وقد أصبحت على وشك إعلان تحريرها كاملة. وبعد الفاصل سنتابع أبرز ما أوردته الصحافة العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبار متنوعة، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم مجددا إلى الصحافة العربية. الألغام التي تستهدف الأفراد والمحرمة دوليا لا تزرع في المناطق المفتوحة وخارج المدن في اليمن، بل داخل المدن والأحياء المكتظة بالسكان وعلى الطرقات التي يسلكها المدنيون يوميا والمزارع، تقول صحيفة العرب الجديد حول هذا الشأن. تسبب في زيادة عدد الضحايا من قتلى وأشخاص آخرين أصيبوا بإعاقات مختلفة، وكان للأطفال نصيبهم من تلك الألغام. أم محمد من هؤلاء الضحايا، إذ فقدت إحدى رجليها بينما تشوهت الأخرى من جراء انفجار لغم أرضي في حي الروضة في مدينة تعز، وتخبر العرب الجديد: أصبت عندما وقعت رجلي على لغم أثناء توجهي إلى منزل أحد أقربائي، فقدت قدمي إذ تهشمت العظام فيها وفشلت العملية الجراحية التي خضعت لها، وها أنا أسير معتمدة على عكازي. في السياق، يقول مدير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي: إن من أبرز الانتهاكات التي تستهدف المدنيين هي زرع الألغام التي تستهدف الأفراد والمضادة للمركبات والتي تعد من أخطر الأسلحة المحرمة المحرم استخدامها وفقا لمواثيق الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. يضيف البذيجي: هذه الألغام لا تضر إلا المدنيين غالبا، إذ أن المقاتلين يملكون عادة وسائل لتجنبها. وتعلق الصحيفة أن اليمن يفتقر إلى موظفين مجهزين ومدربين للقيام بمسح منهجي يهدف إزالة الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحروب منذ عقود. وبحسب آخر تقرير للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، فقد بلغ عدد ضحايا الألغام 8958 ضحية في عام 2016. علقت صحيفة الشرق الأوسط على التعيينات الجديدة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي في صنعاء، وقالت: الحوثيون يواجهون خسائرهم الميدانية بتعيينات. تقول الصحيفة: واجه الحوثيون خسائرهم الميدانية المتوالية بسلسلة تعيينات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، أطاحت بمن تبقى من محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام. وشملت القرارات الحوثية إجراء تعديل وزاري على حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، تتضمن تعيين وزراء للإعلام والنفط والمالية ونائب لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين 3 محافظين على رأس محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهي عدن، أبين، سقطرى. القرارات التي أصدرها رئيس مجلس رئاسة الانقلاب صالح الصماد وبثتها وسائل إعلام الجماعة نصبت محافظا للمحويت وقائدين من عناصرها لجهازي المخابرات الأمن السياسي والأمن القومي، إضافة إلى رؤساء لجهاز الرقابة والمحاسبة ومصلحتي الضرائب والجمارك وجامعتي صنعاء والحديدة وهيئة الأراضي واللجنة الوطنية للمرأة. في الشأن العربي والدولي، نطالع في جريدة الشرق الأوسط مقالا للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان: هل الأفضل لنا سقوط نظام إيران؟ يقول الكاتب: بداية
لا يفترض أن يؤخذ هذا التحليل يقينا بأن نظام آية الله الإيراني يتهاوى وأنه ساقط لا محالة. الحقيقة أن النظام في طهران قوي في هياكله وأجهزته ويمثل شريحة متمكنة ليس سهلا إزاحتها من خلال المظاهرات، لكن أهمية الحراك الشعبي الذي باغتنا من جديد كما فاجأنا في عام 2009 أنه عامل مساعد على التغيير الجزئي أو الكلي لاحقا. هناك عدة احتمالات، أولها أن ينجح الأمن في قمع المظاهرات كما فعل قبل 8 سنوات ولم يتوانى عن قتل المتظاهرين العزل أمام كاميرات الهواتف، والثاني أن يعمد إلى بعض التضحيات لاستيعاب أزمة مع القمع في الشوارع المنتفضة ضده، كأن تتم إقالة الرئيس روحاني وحكومته، والاحتمال الثالث أن تكبر المظاهرات حجما وعنفا وتستفيد من الأزمة القوى الداخلية المتصارعة من داخل النظام نفسه سواء الحرس الثوري أو خصمه الجيش للهيمنة على الحكم، والاحتمال الرابع والمستبعد حدوثه أن ينهار النظام ويصبح الوضع مثل سوريا وليبيا. في كل الحالات ما حدث ويحدث من اضطرابات معادية لحكم طهران موجعة وتهز ثقة غالبية الإيرانيين والعالم كذلك فيه، وهو مضطر لأن يراجع نفسه حتى لو قضى عليها بنجاح خلال الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لنا أعني الدول المنطقة خاصة العربية، منها الوضع المثالي ألا ينهار النظام تماما بل أن يغير من سياساته الخارجية ويتوقف عن مشروعه العدواني. وقد يبدو غريبا هذا التصور، المبرر له أن المنطقة الآن تعاني من حالة تدمير لا تحتمل، فوضى جديدة وحروبا أهلية إضافية ولاجئين بالملايين. إن استطاع استيعاب الأزمة والاستفادة من دروسها فإنه قد ينجو، لكن إن عاند وقرر مواجهة المتظاهرين بالرصاص وربما بأكباش فداء يضحي بهم لإسكات الغاضبين، فإن ذلك لن يمنع الانفجارات الشعبية لاحقا. مشاهدينا، لا أحد يستمتع بالتوقف طويلا بالمطار، لكن الأمر مختلف بالنسبة لعائلة من زيمبابوي، حيث أصبح المطار الرئيسي في تايلاند منزلا لهم طيلة ما يقرب من 3 أشهر، تعنون شبكة البي بي سي. قصة عائلة من زيمبابوي عالقة في مطار بانكوك منذ شهور، ووفقا لمكتب الهجرة في تايلاند فإن عائلة من زيمبابوي تضم 4 أطفال تقل أعمارهم عن 11 عاما وأربعة بالغين، وصلوا إلى بانكوك في مايو الماضي لكنهم يرفضون العودة إلى بلدهم خوفا من الاضطهاد. وظهرت أزمة هذه العائلة إلى الأضواء بعد أن نشر شخص يقول أنه يعمل في تايلاند صورة على فيسبوك يظهر فيها وهو يقدم هدية عيد الميلاد إلى فتاة إفريقية صغيرة. وقال المنشور: إن العائلة تعيش في المطار منذ ما يقرب من 3 أشهر بسبب الوضع غير المستقر في بلدها. وقال المتحدث باسم مكتب الهجرة في تايلاند للبي بي سي: إن العائلة وصلت في بادئ الأمر إلى تايلاند باعتبارهم سائحين، وحاولوا الخروج من بانكوك في أكتوبر الماضي إلى مدينة برشلونة الأسبانية عبر العاصمة الأوكرانية كييف، لكنهم منعوا من الصعود على متن الطائرة لأنهم لم يحصلوا على تأشيرة دخول إلى أسبانيا. أضاف: يمكنهم السفر إلى دول أخرى مستعدة لاستقبالهم، وأيضا عرضنا عليهم بنقلهم إلى مركز احتجاز تابع لنا حيث يوجد رعاية للأطفال، لكنهم رفضوا، إنهم سعداء بالبقاء هنا. وربط البعض بين وضع العائلة الزيمبابوية وفيلم The Terminal الذي لعب فيه الممثل توم هانكس دور رجل عالق في مطار نيويورك، وقام الفيلم على قصة واقعية للإيراني مهران كوريمي ناصري الذي عاش في مطار تشارل دي غول في باريس لنحو 18 عاما بعدما رفضت عدة دول طلبه اللجوء إليها. نجحت الصين في تجربة أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية والذي سيمتد بطول 1 كيلومتر. والطريق الجديد الذي تم افتتاحه في جنن عاصمة مقاطعة تشاندونغ الصينية بعد عام من انطلاق المشروع الذي تديره مجموعة تشيلو. ووفقا للهاف بوست، أشار القائمون على المشروع إلى نجاحه وأهميته المستقبلية، حيث سيقوم الطريق بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة النظيفة للكهرباء. يقول الموقع: الطريق يتكون من طبقة عازلة في الجزء السفلي في
في الجزء السفلي وفي المنتصف لوحات كهرو ضوئية، وفي الأعلى طبقة خرسانية شفافة، وتقدر مساحة الألواح ب 87,774 متر مربع، تولد طاقة بحدود 800 كيلو وات، وستستخدم الطاقة المنتجة في إنارة أضواء الطريق السريع ولوحات التسجيل وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى أنوار الأنفاق الموجودة في المكان. وصرح شو تشون فو رئيس المجموعة المنفذة لوكالة شينخوا بأن الطاقة الفائضة عن الاستخدام سيتم إيصالها لشبكة الدولة. أضاف قائلا: الطريق سيسمح بتزويد السيارات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بالطاقة اللازمة، كما سيساهم بذوبان الثلوج وعدم تراكمها على الطريق. جميل. مجموعة مختارة من أجمل الصور التي التقطت في بريطانيا عام 2017 تجسد أحداثا مواقف احتفاليات شهدتها مختلف المدن البريطانية على مدار العام، ونشرتها بي بي سي، نستعرضها سويا في الجولة المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. سنة جديدة سعيدة عليكم بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير وأوطاننا بخير. مجموعة من الكاريكاتير، وإلى اللقاء. Thank you.